حلب حي صلاح الدين عند دوار صلاح الدين 25/10/2012 وقفة عيد الأضحى المبارك دوار صلاح الدين. السلام عليكم. يا اخواننا من كتيبة وداع الحق عم بتجولوا معنا فرجونا اثار الخراب والدمار الذي خلفته عصابة الاسد. او الشيخ ايش تحدثنا بالنسبة للاوضاع هون؟ بكون تفضل شلون بالنسبة للاوضاع هون في الصلاة في حي صلاح الدين؟ على اي وضع يعني شلون الوضع خاصة وضع العسكري؟ وضع كويس ممتاز الحمد لله رب العالمين. ايش قدامكم لنهارين؟ امبارح اقتحمنا حاجز شمال الدوار والله بعد شيء 200 متر جنب جامع سعد بن وقاص. ايوه الحمد لله رب العالمين كان يعني كويس ميكرو وكان شيء 10 مواريد مع رشاش مع قاذف مع قذائف ار بي جي مع 25 درهم. الحمد لله رب العالمين وضع كويس الحمد لله رب العالمين. شلون بالنسبه للهدنه اللي قال عنا قوات الاسد؟ اي هدنه بقول عنا والقذائف عم تنزل على علامه المطار والصبح كان في طيران كويس. شلون عم بضربوا عليك رصاص؟ ما عم بضربوا طبعا. هلا بتسمع صوت الاشتباكات شلون شلون عم بضربوا عليك؟ في شي شهداء ما شهداء؟ الصبح استشهد عنا الصبح استشهد احفاد عمر شاب بالصبح شهيد اللي هو توحيد اللي هو التوحيد احفاد عمر عنده بالجبل عنده بالجبل. لا اله الا الله الله يرحمه. شلون بالنسبة انه مطر برد شلون انت الشباب شلون خدمة الشباب عالية الحمد لله رب العالمين لانه ما في حدا طالع من شان ما في حدا طالع مثلا من شان راتب او من شان الشغل او كله طالع صاحب قضية صاحب حق. لا اله الا الله كله انت عايش الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للعيد انتم بعيدين عن اهلكم وخاصة نحن اليوم بيوم فضيل يوم عرفي خلا بينهلا ونحن اليوم بسقط هالطاغي بشار طاغي الشام متحرر على البلاد ونخلص من هالدمار الشامل الله يخرب دياره. الحمد لله شكرا كثير. صورنا بالنسبه لموضوع الهدنه.